مدافع منتشب لازمو مباريات كثيره لكي يربح مكانته ضمن النسور، واللي عنده مكانه كبيره لازم يبحث على مكانه. هذه كره ضربه جزاء، ضربه جزاء لرجاء عبر محمود بن حليب. صعيب تخلي لاعب من قيمه محمود بن حليب في منطقه الجزاء لوحده يتحصل على ضربه جزاء. فرصة سانحة للنسور لبلوغ مرمى المرمى تتواني. محمود بن حليب، نعم كان ضربة جزاء واضحة في الكرة الماضية للنسور الخضر، بالفعل كانت عرقلة واضحة وأول فرصة سانحة لبلوغ الهدف الأول في هذه المباراة عبر محمود بن حليب ابن رجاء الذي عبد الرحيم شاكر في تنفيذ ضربة جزاء الأولى في المباراة. شاكر في التنفيذ أمام حارس اسمه محمد اليوسفي. عبد الرحيم شاكر في تنفيذ ضربة جزاء للرجاء، كرة تسدد وتصد، حارس ممتاز جدا اسمه محمد اليوسفي. لما تردد عبد الرحيم شاكر دار للجميع على انه سيضيع، تردد كثيرا وتاخر كثيرا في تسديد ضربه جزاء وتالق حارس كبير اسمه محمد اليوسفي الذي يبعد الخطوره والذي ينقذ مرمى المرمى التتواني من الهدف الاول في مباراه اليوم. تضيع اول فرصه، ضربه مرمى للمرمى التتواني، تضيع ضربه جزاء ممكن يمنح ثقة أكبر لفريق المغرب التتواني. تفاعل جفلوني.